سلام، هل السعادة كده بتجي للواحد يعني وهو قاعد وهو عايش من ظروف خارجية أو أحد عمل لي حاجة يعرف إنها ممكن تسعدني فأنا صرت سعيدة، أو هل هي قرار؟ أوكي، خليني أخذها على 3 مستويات، اللي هو المستوى النفسي والمستوى العقلي والمستوى الجسدي. على المستوى النفسي، أنه تكون عندي أشياء خارجية تسعدني، مثلا بيت جميل، سيارة حلوة كثير، ممكن أوكي تسبب لي سعادة أكيد. لكن إيش تفسيركم إيش التفسير لناس عندهم ثراء وعندهم فلوس كثير وعندهم أغراض كثير حلوة وعندهم أملاك كثير ومش سعداء؟ في دراسة عملتها جامعة هارفارد، أنا عندي مشكلة مع التواريخ، 1938، قامت بدراسة على مجموعة ناس إنه يبغوا يشوفوا إيش الشيء اللي بيبعث في النفس السعادة، وطلع إنه أهم شيء وأقوى شيء اللي ممكن يبعث في النفس السعادة هي العلاقات الإنسانية. إن الواحد يكون عنده أصدقاء، مش مهم يكون عنده معارف، مهم إنه أصدقاء يقضي معاهم وقت مهم، إنه يكون في مشاركة، إنه يكون في ضحك، إنه يكون في انسجام، إنه يكون جلسة تبعث السعادة في النفس، مش شكوى ولا كآبة. حتى لو كان الواحد جاب له بيت على البيت، مثلا بسة، أو إنه يحس بالتواصل الإنساني، هذا التواصل الإنساني مع الناس اللي عايش معاهم. إذا ما هو عايش مع أحد، مع ناس بعد منه، بس يكون في تواصل. الآن طبعا الإنترنت مسهل التواصل، عن تواصل فعال، تواصل إنساني له قيمته. طبعا السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، يعني زي ما احنا عارفين، لا يكون الواحد بس يلملم أصحاب على الفيسبوك، أو إنه لا فعلا يستخدمها إنه ممكن يتعرف بناس، ممكن يقوي علاقاته، ممكن تكون في كواليتي تايم مع الناس هذه، بحيث إن الواحد يحس بالعلاقات الإنسانية. ممكن الواحد يرعى زرعة، ممكن الواحد هو طالع من البيت ياخذ شوية وقت يشوف الخضار اللي حوله، يشوف لو حتى وردة ممكن تستوقفه، لو سمع صوت عصافير. يا جماعة أنا ما بقول كلام نظري والله العظيم، يعني الواحد بس يكون شوية يلتفت للأشياء الإنسانية هذه، يشوف السماء جمالها، يشوف لونها، يعني إن الواحد يعطي لنفسه شوية وقت للأشياء الإنسانية هذه اللي بتغذي الروح، واللي ممكن تكون على المدى الطويل بتريح النفس وبتبعث في النفس السعادة. هاخدها من الناحية العقلية، من ناحية التفكير. يعني الواحد ثبت بما لا يقبل الجدل إنه الواحد تفكيره بطبيعته، عشان لا الواحد يحس انه هو يعني ليش كده مخه بيعمل، انه المخ بطبيعته بيروح للسلبي، بيروح للقلق، بيروح للخوف ساعات، بيروح للتفكير اللي هو السيء. لانه ليش بطبيعته كده بيروح؟ لانه عشان مسألة البقاء، يعني انه الواحد يعرف كيف يقدر يعيش، بتلاقي المخ لا شعوريا اتجه انه كيف لو حصل مثلا حاجة سيئة ايش ممكن اتصرف،
قلق انه طب ممكن يحصل كذا، ممكن بعد الشر يحصل كذا، انه كيف حتصرف ساعتها، شيء طبيعي جدا ما هو شيء غريب، عشان الواحد لا يقعد يقول لنفسه انه طب انا ليش مخي كده بيروح للسلبيه، ليش كده انا بفكر. هي لانه من زمان بتلاقي الشخص بيطلع ايام الكهف يعني بيدور على اكله، بيكون في صراع على انه كيف يأمن الشخص حماية نفسه، الام لأولادها، فباستمرار حتلاقوا في التفكير اللي بيتضمن ستريس وقلق وخوف، وممكن توصل ساعات الانزايتي، فهذا شيء طبيعي. اللي بعمله انه حتى ذبذبات التفكير عادي، طبعا الواحد لما بيفكر اي تفكير له ذبذباته، هذه الذبذبات بقانون الجذب بتجذب لي اللي انا بفكر فيه، بس عشان الواحد ما تو بانيك، اوكي، هي ما بتجي على طول، ان الواحد يبغى له انه تفكير مستمر 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 بالطريقه دي عشان يجذب، ف الواحد يكون هادي ورايق ويعرف انه حتى لو جاء في مخه شويه تفكيرات سلبيه فهي مش حتتنفس في ساعتها ان شاء الله يعني، بس اهم شيء ان الواحد يكون واعي انه يو انا قاعد افكر بشكل مش مزبوط، لانه انا مثلا منتبهه على نفسي، منتبهه على اولادي، انا بعمل اللي علي، فوق هذا كله في رب اسمه كريم الله الحافظ. يعني طول ما الواحد واعي لتفكيره انه بدأ يفكر تفكير سلبي يلقطها ويرجع تاني للتفكير الإيجابي. كنت بقول إني أنا اللي بعمله إنه هذه الذبذبات اللي ممكن تجذب بتكرارها أشياء من نفس نوع التفكير هذا، بلقطها، بعرفها في الشخص وبعمل لها ديليت. فممكن الواحد مثلا يشوف حلم مزعج ويتكرر عنده وهو صاحي يقعد يفكر فيه باستمرار، هذا بيجذب. ممكن الواحد في مثلا جملة سلبية بتتكرر في فكر الواحد، زي مثلا أنا غبي أنا غبي أنا فاشل، في تلاقي ساعات ناس كده تتكرر عندهم جمل سلبية معينة، هذه برضو بتتشال إن شاء الله بالشغل اللي أنا بعمله. في ساعات تجي فلاشز، صور تكون كئيبة جدا ولا تكون سلبية جدا والواحد ما بيقدر يشيلها من ذهنه، بتيجي بين كل فترة والتانية وتكون جدا مزعجة، هذه برضو عبارة عن ذبذبات ممكن تتلغي تماما في الشغل اللي بعمله. فالتفكير، كنت برجع أقول التفكير هو بطبيعته بيتجه للسلبي، وإنه الواحد يقاومه ما ينفع أبدا، لأنه أي شيء بتقاومه بيزيد، بتقاومه يعني مركز فيه، وأي شيء الواحد بيركز فيه بيزيد. الطريقة الوحيدة اللي ممكن توقف التفكير السلبي هي إني أستبدله بحاجة حلوة. يعني مثلا الواحد بيقول لنفسه إنه أنا غبي، أبدأ أفكر إنه أنا درست ونجحت، جبت علامات كويسة، أنا بشتغل شغل كويس، يعني أنا إنسانة منتجة، عرفت أربي أولادي، فمعناها إنه أنا مش غبية، إنه أنا لا عندي مخ ذكية. يعني الواحد، أنا بس بجيب أمثلة، بس الواحد عشان يلغي الشيء السلبي لازم يحط مكانه شيء إيجابي، والمسألة بالتدريب شوية شوية تلاقي تلقائياً تلاقي الفكرة تتجه للأشياء الإيجابية. بس طبعاً الشغل اللي بعمله بيخلي الواحد يتجه للشيء الإيجابي بشكل سلس أكتر وأسهل، من غير ما يحس نفسه إنه هو بيسحب نفسه وسحب من موضوع التفكير السلبي. نيجي على المستوى الجسدي، شوفوا أنا ممكن أعمل رياضة، شيء رائع بيعلي هرمون السعادة، ممكن أشرب هذه الخلطات الخضراء اللي هي عبارة عن خضار مع شمندر مع ملعقة عسل جنجر، الأشياء هذه برضو حاجة healthy وحاجة
بترفع هرمون السعادة. ممكن ايش في اشياء كمان ممكن اعمل؟ يوغا، تنفس، بتعلي هرمون السعادة. هذا كله ممكن افكر بشكل حلو وجميل، وممكن اكرر توكيدات زي مثلا انا سعيدة، انا سعيدة، انا سعيدة، انا سعيدة. هذا كله بيساعد، اوكي. بس في حاجة جدا مهمة، وانا ما قلت لكم ايش تكملة الاختبار اللي عملوه في هارفارد، انه صحيح انه التفكير بيروح للسلبية بشكل طبيعي، في نفس الوقت اكتشفوا انه اللي بيخلي الانسان هابي انه يعمل اكشنز لسعادته. يعني مثلا ممكن ابعت لوحدة من صحباتي مسج اقول لها انه I miss you. ممكن ابعت وحدة تبعت لزوجها انه I love you so much في ساعة من ساعات النهار. ممكن اقوم احضن بنتي، ممكن العب شوية مع البت، ممكن هذه اكشنز. لانه ما ينفع اجي اقول واعمل هذا كله، اعمل رياضة واعمل يوغا، ما ينفع اجي اقول انه انا سعيدة وانا مبسوطة وانا ما باخذ اكشنز تدعم اللي انا بقوله. لانه ترى السر من اسرار الجذب هو الاحساس. يعني حتى لو شفت على بورد مثلا اشياء انا احبها ابغاها، حتى لو فكرت اوكي فيها، قمت سويت رياضة، قمت سويت يوغا التنفس، اذا ما حعمل اكشنز تعطيني احساس السعادة. مثلا انا احب ارقص، اقوم ارقص، احب اسمع ميوزك، الميوزك بتخلي المود شيء غير طبيعي. الاكشنز الانسانية هذه جدا ضرورية. العلاقات الانسانية هي اللي بتخلي السعادة تكون مستمرة في النفس وفي العقل وفي الجسم ككل، وهي اللي ممكن تجذب لي بالذبذبات اللي حول جسمي، هي اللي ممكن تجذب لي مواقف سعادة أكثر وأكثر. فالسعادة في النهاية قرار. ما ينفع أقول إنه أنا بكون إنسانة سعيدة that's it. سألني مرة أيام ما كان عندي severe depression جورو حق اليوغا، قال لي what makes you happy؟ إيش الأشياء اللي ممكن تسعدك يعني؟ أخذ مني 3 أيام عشان أقدر أعرف إيش الأشياء اللي تسعدني وإيش الأكشنز اللي ممكن أخذها عشان أكون إنسانة سعيدة. السعادة قرار. السعادة مش اني اجي اقول انه الوم ظروف خارجية او الوم ناس حولي، انا اللي بصنعها من جوايا بالعلاقات الانسانية. سلام.